بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس عن القدم ذات الورانية. في البداية نتعرف على أجزائها، وبعدها نتعرف على طريقة القياس. طبعا عندنا هنا فيها جزئين، الجزء الثابت والجزء المتحرك. الجزء الثابت يسمى المسطرة الرئيسية، والجزء المتحرك يسمى الورانية. طبعا عندنا عدة قياسات، طبعا تقيس من أهم قياساتها تقيس القطر الخارجي، تقيس الأقطار الخارجية، وأيضا الأقطار الداخلية، تقيس العمق، حاليا راح نعرف دقة القدم ذات الورانية، إما كانت عشرينية أو خمسينية. طيب كيف نفرق بين عشرينية وخمسينية؟ نحسب عدد الخطوط الموجودة هنا. عدد الخطوط الموجودة هنا تكون إيش؟ 20 خط، هذه تسمى عشرينية. طيب الرقم هذا كيف طلع؟ 0.05. نقسم 1 تقسيم 20، 1 تقسيم 20 راح يطلع لك الرقم هذا 0.05، هذه تكون الدقة. أما إذا كانت خمسينية أيضا بعد تلقى موجودة 50 خط، تقسم 1 تقسيم 50 راح يطلع لك 0.02. حاليا راح نعرف طريقة القياس الصحيحة وأيضا القراءة. لو عندنا القطعة هذه، نضع القطعة بين الحدود، هذه الحدود الموجودة من هنا إلى هنا، هذه الحدود القياس، أو تكون إذا كان أقطار داخلية تكون من هنا إلى هنا فقط. نشوف القطعة هذه قدامنا، تسحب عليه كذا، بعدين نثبت المسمار عشان ما يخطي. زين، القراءة الرئيسية عندنا 3 قراءات، القراءة A و B، والC هي القراءة النهائية. القراءة A راح تكون من عند إيش؟ الصفر هذا. الصفر هذا هو القراءة الرئيسية. يكون عندنا هنا 19 مليمتر، ما وصل للعشرين. هذه القراءة A. القراءة B اللي تكون الورانية، الدقة الورانية. راح نشوف الخط اللي طابق من الخط اللي تحت يطابق الخط اللي فوق. هنا الموجود عندنا واضح، تشوفونه هذا الخط اللي طابق الخط اللي فوق. الخمسة راجع شوي، راح يكون هذا. طيب احنا قلنا الدقة هنا عندنا كم؟ 0.05، يعني في البداية راح تكون 0.05، بعدها 10، بعدها 0.15، 20، 0.25، 30، 35، 40، 45، يعني راح يكون هذا 0.45. القراءة النهائية راح تكون 19.45 مليمتر. عندنا تمرين ممكن يجيك تمرين، شوف بدون دقة، يعني القدمة هذه ما تعرف دقتها، عشان نبدأ الحسبة. لذلك قلت في البداية أول شيء نعرف الدقة عشان نقدر نقيس. طيب كيف نطلع الدقة؟ الدقة تطلعها عن طريق إيش؟ عدد الخطوط هذه الورانية، التدرجات. شفت الخطوط هذه؟ عددها من هنا إلين هنا 50 خط، معناتها خمسينية هذه. 1 تقسيم 50 راح يطلع لك 0.02، الدقة راح تكون هنا 0.02. طيب الحين خلاص خلينا نقيس الحين، هذه نحل المسألة هذه بالقياس. قلنا في عندنا A و B و C. الـ A القراءة الرئيسية اللي فوق،
البي القراءة الورنية، والسي هو الناتج النهائي. طيب الاي القراءة الرئيسية كيف نقرأها؟ نقرأها عن طريق الصفر، هذا أول خط هو اللي يقرأها. كم بيكون عندنا هنا؟ 0 ملي، 1 ملي. شوف ما وصل 2 ملي، يعني معناتها 1 ملي. القراءة الرئيسية الـ A 1 ملي. طيب الـ B قراءة أورانية، الخط اللي طابق من تحت لفوق هو القراءة، حط لنا علامة هنا إن هذا اللي طابق. طيب كيف نقرأ؟ زين، احنا قلنا البداية هل بيكون 0.02، وكل ما تزيد 2 لأن دقة 2، 0.02 هذا بيكون 0.04، هذا 0.06، هذا 0.08، وهذا بيكون 0.10. بعدين نجي هنا 20، 0.22، 24، 26، 28، 0.28 بيكون هذا. معناته القراءة الأولى الـ A بيكون 1.28. تمرين ثاني، هذا التمرين الثاني، إذا تقدر تحلونه في الكومنت حلوه، وأعطيكم العافية.